digit. The schedule busy, my head in a hoodie, my shorty a goodie. My cousin's crazy, my cousin like boogie. Life is amazing. كويداد من مورا ما لبست حويجاتي درت واحد الميك اب بحال هكا مكياج خفيف. دابا جات عندي صاحبتي ياسمين وغادي نخرجوا. نخرج انا وصاحبتي وماما نخرجوا اونصومبل. غادي نمشيو نديروا شوبين. ماما حتى هي لبسات ابخي غنوريكم الاوتفيت ديالها بخير. عبرنا عليكم احنا دابا كاملين لابسين البيج. ما عرفتش علاش كاملين لبسنا والله ما اتفقنا كل واحد بارفان ديالي. هادي واعره البنات بزاف. نجي نديروا هاد جوج رشات واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه كان كثر ريحه تجيني بحال العطسه. انا راه في الاول كنت بغيت نلبس واحد الدودون كتجي هكا خفيفه مي ابخي بقيت كنقول غادي نبقى هكا خارجه مقزبه السروال هكا. اللهم نلبس تريكو الصوفا هزيت البسطان كنت خارجه بلا فلوس. غادي نخرجوا وهانتوما معايا. جينا دابا دي فاكتو الطرق دي فاكتو. غادي ناخذ هادي شنو هادي ديال الطواليت. ناخذ هادي بغيت ناخذها في مينيسو ولكن علاش نختار من هنا زوينه. شوفوا شنو لقينا. كديت بوني ديال الشعر بدات خدينا هاد البيجامات. خدينا ثلاثة وحدة ليا وحدة لياسمين وحدة لسلمى. جي عندي صاحبتي حتى هي اللي كاينة في أكادير. هادي ديال ياسمين أنا خديت الأل ياسمين الأم صاحبتي الأخرى إكس إل. زوينين في اللبسة سخان. مشاركتش معكم يخدينهم حيتاش كنا غير دايزين بارازار من المدينة وحنا لقاوهم. قولوا في لي كومونتيغ كي جاكم البيجامات ديالنا. أنا بعدا عجبوني بزاف. نشارك معكم مشتريات أخرين. خديت هذا البنات اللي كديرو فيها هكا شعركم كيشرب ليكم الماء. منين تا باغا ناخدو شوفوا صراحه كيجي البنات زوين في هكا في الشده وتجمعوا كاع الماء اللي كيكون في الشعر خصوصا دابا في البرد. في هنايا هادو خديت هادي راه فتحتها وكتشطبوا بها هكا الخمله. خديت هادو من ال سي واي كيكي. صراحه هادو ما اللي خديت مكتوبه ميكي حتى من التحت. زوينين بزاف هادو. هادي كبيدات كي دايرين صافا بخير. اي بون دونك فوالا البيسه ديالي في الصالون. ديك ساعه نوصل الصالون نتلاقى بكم. بنات لقيتونا دابا يلاه دابا ليبيلاسيون. حتى انا وصاحبتي ساهله بزاف. في الاول كان كيسحب لي زعما صعيبه وكذا حيتاش اول مره غادي نحيد لا زون انتيم. مي بون صراحه البنت اللي حيدات لي يديها زوينين عادي عادي بحال ما حيت حتى شي حاجه. غير محسن من رازوار بألف درجه. دونك فوالا دابا كان ديك ساعه نمشي الدار نتلاقى بكم. صباح النور كبيدات كي دايرين لاباس عليكم بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كنتلاقاو اليوم في نهار جديد. عفوا البنات الباح ما شاركت معكم والو. ما رجعتش من الصالون غير من صافي ما درت حتى شي حاجه في النهار ديالي. البنات غادي نمشي للحمام وقلت علاش لا ما نصورش لكم كل حاجه. دابا البنات غادي نمشي نجمع الساك ديالي ديال الحمام الدخول ديالي ديال الحمام. نجمع معكم هكا داكشي اللي كان دي معايا كاتمه هادي والسريويل ديالها. ما تحمش البنات البيجاما هكا نلبسها ونكون جايه ثاني للدار وثاني عاودي غتبقي في الدار ما غاديش تنعسي وغادي نمشي للحمام بكري. دوني وتريكو ديال التحت الفوطه ديال الحمام حتى هي. نهز معايا هذه اللي كنت خديت لي سوفيتمون حتى هما القشره ديالي. زيت ديال جونسون لا كريم ديال لوكور ديال فازلين. هذه البنات زوينه بزاف. فازلين حتى هي كنديرها هكا في الباسلي كيكونوا ناشفين بزاف. وبيافين البنات كنديرها في لي زون انتيم مع الحمام وداكشي. وغير البارح درت لاسيغ دونك ضروري بيافين كام دوجور اي ليكرون سولير وغنديهم حتى هما.
الفان ديال فيرزاتشي. هاد البنات ريحتو خفيفه بزاف، غير ديال هكا ملي كتخرج من الحمام ولا هكا ديال شي حاجه اللي خفيفه. واللي غندي معايا تونر ديال بيكسي باش ملي نخرج هكا نمسح به وجهي، البومه ليفغ ديال فازلين. خوز ديال الحمام اول حاجه غادي ندي معايا جيل انتيم هذا ديالي، غادي ندي معايا اوسي بيتاجين هذا البنات حتى هو ديال لا زون انتيم، غادي ندي معايا البنات هذا سكراب هذا ديال العكل الفاسي ديال اريان بيوتي، درت معاه حتى ديال النيله بنات خاطر بزاف خصوصا ديال النيله البنات كيحيد التصبغات وكل شيء كيخلي لكم لوكو رطب بزاف. راه غادي نخلي لكم في لا باغ دانفو حتى ديما كنشاركوا معكم واحسن غوماج عندي. غادي ندي معايا اوسي هذا لاموس هذه ديال ريتواز، جيل دوج ديال لو بوتي مارسي هذا البنات ريحتو واعره بزاف، الماسك هذا ديال لوريال السيف واعر هذا كيخلي واحد الريحه في الشعر خطيره وكيخلي حتى الشعر رطب وفي واحد لابريونس زوينه. اي بيان سور ضروري خصني نجي معايا ياسر، راكم عارفين ياسر كنجي معايا في اي بلاصه ولا داخل في لاغوتين ديالي شي حاجه اللي وليت معتمده عليها بزاف. صراحه البنات هذا زوين اللي عنده الشعر جاف اللي عنده الشعر مضرر، خصوصا المكونات ديالو طبيعيه. دونك البنات ما عليكم غير بياسر، راه فيه شامبو وفيه لابري شامبو جوج في واحد، راه غادي نخليه لكم حتى هو في لا باغ دانفو. نسيت ما هزيتش معايا جيل دوش هذا البنات، هو باش غادي ندير صابوناج. دابا لا تخزي لي ديال الحمام واجده والله تبقى بلا فطور، غادي نشرب غير جو دورون. بغيت نشجعكم تنوضوا تمشيو للحمام حيت كاين بزاف ديال البنات ما كيبغيوش يمشيو للحمام منهم هادي. مازال تبغيش تمشي للحمام مفطوره غير كنعيا معاها بالكشايف باش تمشي للحمام البنات شي حاجه زوينه، اي سورتو ملي كتمشيو في البيت تسخنوا عظيماتكم تتنقاو في واحد الاحساس والله الا زوين. تخيلوا معايا انا البنات راه كل سيمانه راه شاك سيمان كنمشي للحمام، ومي كيكون الصيف تمشي هكا من جوج سيمانات لجوج سيمانات. المهم الحمام انا ضروري خصني نمشي له. صكت الحمام واجد، درت فيه الحويجات اللي جمعت معكم وحتى لا تخوز ديال الدوش راه حتى هي دخلت لتما. الا غادي نمشي بنات غير بانطوفا باش ملي نكون راجعيه اللي غنلبس حتى ندير ونصبنها، ما كنبغيش نخرج بهم ولكن راه فريمون ما كنلقاش شنو غادي نلبس اخر. يعني بعد ما لبس الصنداله ديال ميكاد اديداس دابا ماشي وقتها راه ما بانطوفا، دونك فوالا لبست هادي والكتمه ديالي راه ديجا هادو هما الحويجات ديالي ديال الحمام. شي بنات والله الا تحميمه ما كنتش ليكم كامل تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو، دابا توقفوا وتمشيو تحمحموا عادي وتفرجوا فيا. دونك فوالا مصطفى ديال العيد الكبير الله بون. اول حاجه اليوم كان عندي نهار ما فيه ما يدار فريمون، نهار كامل فطرت في الدار كاين حتى شي حاجه سبيسيال باش نشاركها معكم. مي بون دابا تخيلوا معايا هذيك اللي كتسافر على غفله وباقي ما عارفاش واش غتسافر ولا لا، قال لي بابا غادي نمشيو لفاس غادي نمشيو غدا، شنو خصني ندير؟ خصني نجمع حوايجي حيت انا كنتعطل في الجميع. عندي جوج الحلول، يا غادي نسافر معاهم هما الغدا لفاس، ومي غادي تجي عندي صاحبتي اللي قلت لكم غادي تجي عندي سلمى غادي تجي عندي نيشان لفاس. الحل الثاني نمشيو هما غدا لفاس وغادي نبقى انا هنايا حتى تجي عندي صاحبتي عاد حنا غادي نمشيو لفاس. انا حاليا باقا ما عارفاش راسي واش غادي نمشي غدا ولا غادي نمشي حتى لبعد غدا ولا بعد بعد غدا. اول حاجه شنو قلت؟ قلت نحيد عليا الجميع جمع حوايجي حالات، حتى بابا قال لي يلا نقول يلا نمشي، قال لي اوكي صافي اوكي، قال لي يلا ديجا يكونوا حوايجي مجموعين. فهمتوا البنات حاجه بعدا اللي غادي نحيد عليه في الجميع اللي كتخلع عليه هما لي تخوص ديال الميك اب تخوص ديال الدوش. غنجمع الساك ديالي اللي كنجي معايا الكبير اللي كيكون فيه كلشي اللي كنحط فيه داكشي ديال بيسي داكشي ديال المونتاج ديال تخوص ديالي وداكشي هو غادي نجمعو باش فحال الا كنت غنمشي غدا ديك الساعه عادي البيسات ديالي معروفين غنديرو في لافاليز ونزيد مع الطريق. دخلوا عندي الانستغرام ديالي راه غادي تشوفوا الجديد، ندي معايا لي برودوي ديال ياسين، ندي معايا جو بونس شامبوان وسيروم ديال ياسين القرعه اللي كانت قديمه وتسالى ليا وعاود كومونديت جديد. اول حاجه البنات باش غادي نبدا نحس بعدا براسي اليز هي غادي ندير واحد سكين كير جود سكين كير ديالي، غادي ندير لي برودوي هادو شارك معكم ديما البنات هاد الرولو هذا في انستغرام ديجا درت لكم به لا روتين. الماسك المغناطيسي كنستعملو انا بنات مره في السيمانه صافي، يجي معاه المغناطيس ديالو فانسو باش كتهزو لاكتي كوكو. عرفتو بعدا ما لقيتهمش في المغرب ملي كديروه تيخلي لكم وجهكم هكا تيدير، راه ديجا هذا شاركته معكم وهذا راه كنت خديتو 250 درهم حتى هو تقاموا عليا ب واحد 470 بحال هكاك بلا ليفغيزون. والله ما عقلت بنات بشحال خلصت، جاج دابا راه شي شهر باش خديتو مولا قل. حاجه ديما كيب وجهي بيو ديغما خطير 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 خطير، ديما كيب وجهي نسالي ودروينا اللي قلت لكم ديال الجمع ونتلاقاو معاكم.
عطيتوني يلاه سالي صدفه اللي هو مولوع السيدي راجع ما تما ما تدخليش في دماغي هي من طالب لطالب تفرح من ماري وترفع لكم داري قولي لي شكون انتي عارف ولادكم كيفك هاي انا ما نسلاش قشي علاش تولي كل سير وتهدر فيا دير غير بحالي يعرفك كتعالي بدات كنتلاقاو في الدار شهر الناس مورا ما قديتش الدفار ديالي منين حتى ما قديتهمش من الصيف تقريبا قبل من الصيف هكاك شهر 9 حلفت ما نعاودش ندير نهائيا شي حاجه لدفاري حيت فريمون خرجت على دفاري نهائيا دابا عاودت مشيت ثاني للصالون راكم عارفين مع السفر وهكا ما يمكنش ثاني نسافر بيدي خاويين حتى نحس براسي فهمتي ناقصاني شي حاجه فريمون الدفار ديزين وليد كتولي هكا بحلاوتها كما شتوستي اللي درت صراحه جا زوين جاوش ثاني شارجي بزاف واليوم كنت في الصالون ديجا انا قبل كنت قلت لكم بلي غادي تجي عندي صاحبتي وغادي نسافروا انا وياها فاس اونصومبل كنت نورمالمون غادي نسافر وغنكملوا الفلوق ديال السيمانه معايا في السفر ديجا محضره انا السفر ديالي كما شاكت معكم محضره كلشي من غير لا فاليز دي باقي ما جبتش حوايجي باقي خاص حوايجي تصلحوا عادي كنت نحضرها معكم العشيه اليوم جات عندي صاحبتي سلمى كما كنت قلت لكم نهار خدينا البيجامات خديت ليا وحده وياسمين وخديت لسلمى صاحبتي حتى هي جات دونك سالو فوالا نتا وانا كنتسنى غير خلاص امتى تجي عندي فريمون كنتوحشها بزاف سورتو راه كاينه واحد المسافه سبحان الله كاع دوك الصحابات وداكشي تيكونوا بعاد حتى شنو هي بنات اكادير كتجيني شان هكا في 6 ايام ولا في بخاتو تتمحنيت كانوا معايا ضربات 7 السوايع من اكادير لبني ملال دا غادي نمشيو لفاس غادي نضربو ثاني 6 السوايع اخرى يعني بحال عندها 13 ساعه مسكينه وجات كتستراح كنا نستغلوا الوقت فهمتوا عوض ما نبقاو جالسين ثاني عاود حتى نهار الحد عاد نمشيو نسافروا اللهم نسافروا السبت والحد نرتاحوا نبداو البروغرام ديالنا ديال لي فلوغ نهار الاثنين نوريكم عندنا القراعات اللي خديت انا وصاحبتي هذه ديجا خاصكم كتشوفوا عندي دي ما عرفتش البنات شحال تنفعوا هاد القراعي شفتهم وبغيت نشرب تخيلوا معايا ما كتكونش قدامي راه نقدر نهار كامل ما نشربش الماء اما نعيقش براسي كانت عندي انا وخديت لسلمى حتى هي وحده عرفتش البنات خديت لها بزاف ديال الحوايج حيت كان عندها لانيفيرسير وما كنتش معاها خديت لها بزاف ديال لي كادو منهم هذه هي اللي مجبوده دابا ما فيا اللي حنا موسيه ونجبد لي كادو فاسكم راه هي دابا باقا ما عرفاش لي كادو اللي خديت ليها من غير لي بيجاما برعتها الصراحه من البروش بارفان بارفان واحد الباك ديال لا كريم وجيل دوش نورمالمون كنت غنسافر البارح وسلمى كانت غتجي عندي نيشان من اكادير لفاس فيها خير صدقات سيام قطع نيشان من اكادير لبني ملال وغادي نقطعو بالدفاق كما عارفينش البروغرام ديالنا المهم غادي نسافرو دايرين بلي غادي نجلسو 3 جوغ 4 جوغ الماكسيموم فاس غادي نمشي عند خالتي بيزو ليها من هذا الفيديو غير 4 جوغ كافيه باش نخرجوا ونشوفوهم ونرجعوا بحالنا ونكمل الخدمه ديالي اللي ان شاء الله غادي نشاركها معكم اليوم نتمنىكم تشجعوني وتدعموني نفعوا بعضياتنا باش ما ننسى حتى حاجه غادي ناخذ النوت غادي نقيد فيها كاع داكشي اللي خصني ندي معايا داكشي اللي خاصني نمشي نقدي داكشي اللي خاصني نديرو اليوم هذا ما كان خصني نقيد كاع هادشي في النوت غادي نطلع نجيب حوايجي من الصح ونصلحهم ونتلاقاو ملي نكونوا كنجمعوا لا فاليز بيزو يا هما الحوايج قلت لكم غادي نهبطهم ها هما راه سله ديال الحوايج شوف يمكن هادشي كامل البنات صبنتو بزاف غادي نطويه دابا اللي غرجع في ماريو غرجعو في ماريو واللي غنديه معايا غنديه معايا غادي نبدا الحوايج ما غاديش ندي معايا البنات حوايج بزاف حيت قلت لكم غنقص غير 3 جوغ ولا 4 جوغ دونك غادي ندي معايا غير الحوايج اللي غنلبس غنهز معايا البيجامه هذه هذه هي البيجامه الاولى وهذه دونك غندي معايا غير هاد الجوجات غندي معايا هنايا حتى كيطما هادو البنات راه كاع الكيطمات ديالي اغلبيه هذه اللي لابسه دابا وهذه راه كنت خديتو من بيرشكا ندي معايا الجوغين هذا و كابوش ديالو غادي ندي معايا البنات السروال هذا اللي كنت شاكس معكم ديك النهار خديت من زارا و
التيشيرت ديالو السروال ديال الكوير وهاد لو وهذا بلورانج كيحمقني اللون ديالو كيبان في التصور واعر. ندير فوق هاد الكويره هادي ديال زارا في النهايه بنا تشوفوا من الداخل ديالها كي داير سخون 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 سخون. نخليها غير الافران ان شاء الله الا مشيت ليها. ندي معايا هذا حتى هو كيجي في لبسه زوين مع كولون كحل تريكو كحل سبلجيله كحله وهو بحال هكا. بقاو لي هنايا لي بانطوفل ديالي غادي ندي هادو راه باقيين جداد شتو وغادي نديرهم لهيه. غادي نجي معايا غوتشي بلون هادي راه قربت تسالى ليا يلا هناويا نمشي لفاس وغادي ناخدها. المهم ابخي غنتفتف هادشي مزيان. غنجي معايا حتى التريكو هذا الصوفا اللي كيجينا طويل. دونك شاكس معكم الحويجات اللي غادي نجي دابا غادي نجمعهم كل حاجه نقادها في بلاصتها